برنامجي حتى بكرة راح يصير نفس القنوات اللي موجودة. أولا هذه أول قمة عربية تعقد في الكويت على مستوى الجامعة العربية. يعني الكويت استضافت أربع قمم خلال الست أشهر أو السنة اللي فازت كلها، وبالتالي أصبحنا عندنا خبرة في التعامل حتى في إدارة القمم. الآن أيضا هناك خبرة كويتية في المحاور اللي ممكن تتفق عليها القمة. أكو محاور ممكن تتفق عليها كل الأطراف. أنا أعتقد يعني الدبلوماسية الكويتية لمست هذا من خلال مؤتمر المانحين الأول والقمة العربية الأفريقية ومؤتمر المانحين الثاني والقمم الأخرى. القمة هذه صعبة حيل. ليش قلت أولا دول الربيع العربي بروك مفلسة. أعطيك بس مثال بسيط. دولة مثل اليمن 27.3 البطالة، مصر 13.5 البطالة، ليبيا 15، تونس 16، ليبيا الغنية. دولة مثل الفقر مصر 26.3%، هذه أرقام دولية. فلسطين في مؤتمر اللي عقد في الدوحة، القمة اللي عقدت في الدوحة، طلعت توصيات لإعطاء الفلسطينيين أو مساعدة الفلسطينيين بمئة مليون دولار. الفلسطينيين يصرفون المساعدات اللي تأتيهم من الدول العربية 85% من المساعدات تصرف على رواتب لأكثر من 148 ألف موظف، بالتالي ما في تنمية. الآن نجي إلى الدول الثرية. الدول الثرية دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي أيضا عنده ضغوط. مواطنين يقولون احنا نبيك تستثمر عندنا، نبيك تسوي لنا مشاريع، نبيك تعمل. يعني هذه ليش هذه صعوبة القمة. النقطة الأخرى أن الأجواء السياسية في المنطقة العربية مي صافية. مثال عندك مشكلة الآن في الدول العربية، الخلافات العربية وحملوا الكويت مسؤولية، وأنا أعتقد هذا نوع من حتى يعني إرهاق الكويت بتركة ثقيلة من الخلافات، والكويت راح تحللها. يمكن ما نحلها لكن نستطيع أن نعمل دامج كنترول، نخفف من أضرارها. أيضا القمة حرجة لأن الوضع العالمي مو مستقر. لما تجي أنت تبي تقول والله بروح المجلس الآن، مجلس الآن مو يمك، مجلس الآن عنده مشكلة في القرم، وبالتالي روسيا مصعدة الموضوع والأمريكان يحاولون يهددون والدول الأوروبية، فالأجواء العالمية كلها ما هي